اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة جاكيت بالكروشيه بطريقة سهلة وبسيطة. هنستخدم فيه غرزة الجروني. طريقته سهلة وبسيطة، مش بياخد وقت. هنبتدي. انا عملت 140 سلسلة. دي بترتفع عدد يقبل القسمة على 4، وهشتغل الجاكيت ده من تحت لفوق. انا هنا اشتغلت 140 سلسلة، هزود عليهم 5 سلاسل ارتفاع. 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الإبرة وهسيب غرزة 2 3، وهروح في الغرزة الرابعة هشتغل فيها غرزة عمود بلفة، وفي الغرزة اللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة عمود بلفة. كده معي 3 عمود بلفة، 3 سلاسل اللي سبتهم، واشتغلت غرزة وبعد كده غرزة، يبقوا 3. هشتغل سلسلة، هسيب غرزة من تحت غرزة سلسلة، هروح في الغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل سلسلة وهسيب غرزة من تحت واروح للي بعديها وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها غرزة عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة. بعد كده بشتغل سلسلة، بروح للغرزة اللي بعديها برضو وبشتغل لما ارتفعت سلسلة بسيب غرزة من تحت وبروح للغرزة اللي بعديها على طول وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها برضو بشتغل فيها غرزة عمود بلفة. بنفس الطريقة كده، ان انا بشتغل سلسلة بسيب غرزة من تحت وبشتغل في 3 غرز، 3 غرز عمود بلفة، وبعد كده بشتغل سلسلة وبكمل بنفس الطريقة، بشتغل سلسلة وبسيب غرزة من تحت وبشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها برضو بشتغل فيها غرزة عمود بلفة، وبعد كده بشتغل سلسلة وبسيب غرزة من تحت، بشتغل 3 غرز عواميد بلفة، وبعد كده بشتغل سلسلة وبكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية السلاسل. هكمل بنفس الطريقة لحد اخر الدور وهرجع لكم تاني اقول لكم الدور التاني هنبتدي ازاي. وفضلت شغالة بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، واتبقى معي 4 سلاسل تحت. هشتغل سلسلة وبنسيب غرزة واروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها هدخل فيها واشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة عمود بلفة. يبقى احنا بنشتغل 3 أعمدة سلسلة وبنسيب غرزة تحت ونشغل عمود بلفة. ده كده السطر الأول. هنشتغل السطر التاني مع بعض وهنرتفع 4 سلسلة وهنلف الشغل. هنسيب الأعمدة دي وهنروح عند الفراغ السلسلة اللي كنا بنشتغله، وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. 1 2 3. بعد كده هنشتغل سلسلة وهروح على فراغ السلسلة اللي بعديه وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. 1 2 3. بعد كده هشتغل سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. بفضل شغالة بنفس الطريقة لنهاية الدور، ان انا بشتغل سلسلة وبروح للفراغ السلسلة اللي اشتغلته في السطر اللي قبل كده وبشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. وكده سلسلة وبروح للفراغ وبشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. اشتغل سلسلة وبروح للفراغ وبشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني.
وصلت لنهاية الدور واشتغلت في آخر فراغ 3 غرزة عمود بلفة. بعد كده اشتغلت سلسلة، هروح هنا بعد ما ارتفعت السلسلة هروح عند 3 سلاسل الارتفاع، هروح عند آخر غرزة سلسلة وهدخل فيها وهشتغل غرزة عمود بلفة. كده بداية الدور زي نهايته. هنا كنت ارتفعت 4 سلسلة عمود بلفة فراغ، كأنه سلسلة فراغ، وهنا اشتغلت سلسلة وعملت غرزة عمود بلفة في آخر غرزة السلسلة. هنتقل للسطر اللي بعد كده، وهشتغل 3 سلسلة وهلف الشغل في نفس الفراغ، هدخل واعمل فيه 2 غرزة عمود بلفة، 1 كده 2. بعد كده هشتغل سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، 1 وبفضل ماشية بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور، ان انا بشتغل سلسلة وبشتغل في الفراغ. انا شغلي كله بيكون في الفراغات، 3 غرزة عمود بلفة، وبفضل ماشية لحد ما اوصل لنهاية الدور بشتغل في اخر فراغ ده 3 غرزة عمود بلفة. بعد كده بشتغل 4 سلسلة وبروح للفراغ الاولاني وبشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. الادوار اللي جاية تكرار للسطر التاني والتالت، وبين كل اعمدة بنشتغل غرزة سلسلة عشان نكون بيها الفراغ، وبفضل ماشية بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. طبعا كل واحدة بتحدد الطول اللي هو عايزاه، احنا قلنا بنشتغل ماشيين لحد ما نوصل للطول اللي احنا عاوزينه لحد تحت الباط، عشان كده بنعمل حردة. بعد كده بنشتغل حردة الايد وحردة الرقبة. الجاكيت ده اتعمل ب5 كشالات ونص، عملته ب3 شالات جانجو و2.5 شلة من اللون الرصاصي. لو عايزة تمشي بتدريجات الالوان انا ممكن تعمليه سادة او ممكن تشتغلي كله بالخيط الجانجو، وافضل ماشي لحد ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه وارجع لكم تاني. وارتفعت بالطول لحد ما وصلت للطول ده، طبعا انتي حرة، احنا قلنا بنقيس الطول لحد ما تحت الباط، فكل واحد على حسب الطول اللي هو عاوزه. انتي بتفضلي ترتفعي لحد ما توصلي للطول اللي احنا اللي انتي عاوزاه لحد تحت الباط كده، وتنيت الطرفين على بعض. وعديت فراغ 2 3 4 5 6 7 وحطيت ماركر في الفراغ الثامن، ويت قدامه في الظهر من ورا حطيت برضو ماركر، يعني سبت فتحة 2 وحطيت ماركر. ده حردة البوت اللي هنركب فيها الكم، وبرضو الناحية التانية عديت فراغ 2 3 4 5 6 7 8 وحطيت ماركر في الفراغ الثامن، وجيت برضو من الظهر من ورا حطيت ماركر قدام العلامة اللي قدامه ورا، وهنا برضو سبت فراغ 2 لحردة البوت. دلوقتي هنبتدي وهنشتغل الكتف مع بعض. فانا هشتغل الكتف من اول هنا الفراغ ده لحد الفراغ اللي انا حاطه فيه الماركر، وهنبتدي وهنشتغل زي ما اتفقنا، نشتغل من اول الفراغ ده لحد فراغ التامن اللي انا قلت عليه، وهرتفع 3 سلسلة، 1 2 3 وبدير الشغل. وهشتغل في اول فراغ هعمل كمان 2 غرزة عمود بلفة، كده 1 كده 2، وبعد كده هشتغل سلسلة، وبنفس الطريقة هشتغل في الفراغ اللي بعديها هشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3، وبعد كده هرتفع سلسلة، والفراغ اللي بعديها هروح اشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة،
واحد اتنين تلاتة، وهرتفع سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، بعد كده هشتغل سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، بشتغل سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، بشتغل سلسلة بروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، وهشتغل سلسلة وهشيل الماركر اللي انا حطيتها في الفراغ التامن وهشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بلفة كده، واحد كده اتنين كده تلاتة، وبعد كده هرتفع للسطر التاني وهشتغل أربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وهلف الشغل وهروح أشتغل في أول فراغ هشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، وبنفس الطريقة هشتغل سلسلة وأروح للفراغ اللي بعديه وأشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، بعد كده هشتغل سلسلة وأروح للفراغ اللي بعديه على طول وأشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، وبشتغل سلسلة وبنتقل للفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، بشتغل سلسلة وبروح للفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، وبرتفع السلسلة وبشتغل في الفراغ تلاتة غرزة عمود بلفة، وبشتغل سلسلة وبروح للفراغ وبشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، وبعد كده بشتغل سلسلة وبروح للثلاث سلاسل الارتفاع وبشتغل في آخر سلسلة غرزة عمود بلفة كده، ارتفعت سطرين بنفس الطريقة، هرتفع كمان سبع سطور بنفس الطريقة من غير ما اعمل تناقص ولا تزايد، ان انا بشتغل في كل فراغ ثلاثة غرزة عمود بلفة، هشتغل بنفس الطريقة لحد ما اخلص سبع ادوار وارجع لكم تاني. وارتفعت بنفس الطريقة، احنا قلنا هنرتفع تسعة اسطر، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، هنبتدي بقى هنشتغل التناقص، هرتفع اربعة سلسلة وهلف الشغل هشتغل عادي لحد ما اوصل لاخر فراغ، اشتغل في كل فراغ تلاتة عمود بلفة بينهم سلسلة، سلسلة وانتقل للفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه تلات غرز عمود بلفة، بشتغل سلسلة وبنتقل للفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، وسلسلة وبنتقل للفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، وبشتغل سلسلة وبروح للفراغ وبشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة، وبعمل سلسلة وبشتغل في الفراغ ده تلاتة غرزة عمود بلفة،
ومش هشتغل في الفراغ ده، انا بشتغل بعمل تناقص هنا في الفراغ اللي ناحية قفلة الجاكيت، مش بعمل في الحردة، الحردة بتفضل مستقيمة كده. هيكون معايا اول تناقص، وكده تكون معايا اول تناقص بالشكل ده كده. مش هشتغل هنا في الفراغ غرزة العمود بالقفلة اللي كنت بشتغلها في السطر الثالث، مش هشتغلها، هكتفي كده. بعد كده هشتغل سلسلة وهلف الشغل. انا عندي هنا 3 غرز عمود بلفة، هشتغل في كل غرزة غرزة منزلقة. 1 2 3 وهنتقل للفراغ ده وهشتغل فيه غرزة منزلقة، وبعد كده هشتغل 3 سلسلة وهعمل في الفراغ 2 غرز عمود بلفة كده. 1 كده 2 وهفضل ماشي عادي سلسلة، وانتقل للفراغ اللي بعديه واشتغل فيه 3 عمود بلفة سلسلة، وانتقل للفراغ اللي بعديه واشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة وسلسلة، وبشتغل في الفراغ اللي بعديه 3 غرزة عمود بلفة سلسلة، وبنتقل للفراغ اللي بعديه على طول وبشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة سلسلة، والفراغ اللي بعديه بشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة سلسلة، وفي اخر فراغ بروح اشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة زي ما اتفقنا. احنا قلنا الفراغ اللي السطر اللي ناحية البوت ما بنشتغلش فيه تناقص خالص، بيفضل ستريت علشان هو اللي هنركب فيه الكم. انا هنا بعمل التناقص على قفلة الجاكيت بتاعت حردة الرقبة، هشتغل عادي، هعمل 4 سلسلة وهلف الشغل وهروح للفراغ واشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة بعد كده سلسلة، وهشتغل في الفراغ اللي بعديه 3 عمود بلفة سلسلة، وهروح للفراغ اللي بعديه على طول وبشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة بعد كده بشتغل سلسلة، وفي الفراغ اللي بعديه على طول بشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة بعد كده سلسلة، وبروح للفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه 3 عمود بلفة وبشتغل سلسلة، وهروح لآخر فراغ وهشتغل فيه 3 عمود بلفة ومش هشتغل هنا حاجة، هنا هعمل التناقص، هيكون بالشكل ده معايا. دلوقتي هرتفع سلسلة زي ما احنا متعودين وهمشي، عندي 3 غرز حشو هعمل فوق كل غرزة منزلقة، 3 غرز قصدي عمود بلفة، هشتغل فوق كل غرزة هشتغل فوقيها غرزة منزلقة، وبنتقل للفراغ وبعمل فيه غرزة منزلقة، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة وبشتغل 2 غرزة عمود في لفة، وبعد كده بشتغل عادي سلسلة وبعمل 1 غرزة عمود بلفة 3 غرزة عمود بلفة في الفراغ، وبعد كده بشتغل سلسلة وبعمل 3 غرزة عمود بلفة في الفراغ اللي بعديه، وبشتغل سلسلة وبعمل 3 غرزة عمود بلفة وبعد كده بشتغل سلسلة وبعمل 3 غرزة عمود بلفة سلسلة 3 غرزة عمود في لفة في آخر فراغ
يكون معايا بالشكل ده كده، يبقى كده عملت كام واحد تناقص؟ 1 2 3 4 5. هنعمل اخر سطر مع بعض وهشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4، وبلف الشغل واروح اشتغل عادي لحد ما اوصل لنهاية الدور. بشتغل في كل فراغ 3 غرزة عمود بلفة سلسلة، وبنتقل للفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة سلسلة، 3 غرزة عمود بلفة سلسلة، 3 غرزة عمود بلفة سلسلة، 3 غرزة عمود بلفة يكون معايا بالشكل ده كده. وصلت لنهاية التناقص وهيكون معايا 1 2 3 4 5، 5 فراغات، وهتكون معايا بالشكل ده كده. طبعا لو انت حابة تقللي العرض بتاع الكتف عن كده بتقلليه، كملي تناقص عادي، انما انا هكتفي بيه كده. الشكل ده كده اشتغل دلوقتي في السلالم اللي هي التناقص اللي انا عملته. وهنا كنت وصلت لاخر فراغ وعملت فيه 3 غرزة عمود بلفة. دلوقتي هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وهنزل ال3 عواميد اللي في السطر اللي تحتيه وهدخل في الفراغ ده وهعمل فيه غرزة حشو. تاني هشتغل 3 سلسلة وهنزل للتناقص اللي تحتيه في السطر اللي تحتيه هنا بعد ال3 سلاسل اللي كنت برتفع بيهم، وهدخل واعمل غرزة حشو. هشتغل 3 سلسلة وانزل السطر اللي تحتيه وادخل في المكان ده اللي هو بعد ال3 أعمدة واعمل غرزة حشو. تاني هشتغل 3 سلسلة واروح تحت هنا بعد ال3 سلاسل وبشتغل غرزة حشو، وبشتغل 3 سلسلة. وصلت عند اخر طناق اخر واحد وهشتغل فيه غرزة حشو. بعد كده هشتغل سلسلة وهقص الخيط. يبقى هنا عملت الكتف معايا هيكون بالشكل ده كده. طبعا الخيط الزيادة بدخله في الشغل هتكون معانا بالشكل ده كده. طبعا اللي اشتغلته هنا هاجي هنا وهطبقه. انا هشتغل 9 ادوار ثابت، بعد كده ببتدي اعمل التناقص ده زي كده بنفس الطريقة. وهنا في الظهر هنا بشتغل من اول الماركر هنا، الماركر هنا ثابت بنفس الطريقة ان انا بشتغل في الفراغات 3 عمود بلفة سلسلة، وبنتقل للفراغ اللي بعديه بشتغل فيه 3 عمود بلفة. هشيل هنا الماركر وهشتغل فيه، وهشيل هنا الماركر وهشتغل فيه. الظهر هشتغل نفس عدد الاسطر اللي ارتفعتها من غير تزايد ولا تناقص، ما عدا اخر سطر هاجي يعني هشتغل كل ده وهشتغل معاكم اخر سطر في الظهر. يبقى هعمل زي اللي انا عملته هنا هعمله هنا، وبعد كده هشتغل الظهر عادي، هرتفع السطور عادية خالص من غير تناقص من اول الماركر هنا لحد الماركر هنا. هيكون معايا فراغ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. يبقى هشتغل في 16 فراغ من الظهر عادي، السطور رايح جاي رايح جاي بنفس عدد الاسطر دي، وانقص سطر واحد بس هو اللي هنعمل فيه حردة الرقبة. هكمل بنفس الطريقة الاخر لحد ما اوصل للاخر وهرجع لكم تاني. واشتغلت بنفس الطريقة هنا، ارتفعت هنا عدد الاسطر نفس عدد الاسطر اللي عملتها هنا ونفس التناقص. يبقى كده ارتفعت 9 اسطر عاديين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9،
واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة من غير اي تناقص، وخمس اسطر عملت فيهم تناقص، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لحد ما وصلت الخمس فراغات هنا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وده اللي هو كنت عملته من التلاتة سلسلة والحشو اللي كنت بعمله في السطر اللي بعديه بنفس الطريقة. اشتغلت هنا يبقى كده ارتفعت 14 سطر، هنا في الظهر ارتفعت 13، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر. قلنا هنرتفع السطر الـ14 مع بعض، كده انا بشتغل في الظهر وهرتفع 4 سلسلة وهدير الشغل الناحية التانية، هروح للفراغ اللي بعديه واشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، وبعد كده هشتغل سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، وهرتفع سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه على طول واشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، وهنتقل وهرتفع سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه واشتغل فيه 3 عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، كده اتكون معايا واحد اتنين تلاتة 4 فراغ، هرتفع السلسلة وهشتغل في الفراغ 3 غرزة عمود بلفة، كده 3، يبقى كده اتكونوا معايا الـ5 فراغات اللي انا نهيت بيهم هنا في الكتف، واحد اتنين تلاتة 4 5، ناقص اللي هو فراغ الـ3 سلسلة ده اللي هو عمود لوحده، هرتفع سلسلة واروح عند الفراغ واعمل فيه غرزة عمود بلفة. هنا لا مش هنرتفع سلسلة، بعد ما اشتغلت الـ3 عمود بلفة هروح للفراغ على طول واشتغل فيه غرزة عمود بلفة، يكون معانا بالشكل ده كده علشان يكون عدد الفراغات هنا زي عدد الفراغات هنا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، الشكل ده كده. وممكن نعمل الفراغ الاخير ده بطريقة تانية، ان انا ارتفع 3 سلسلة واروح اشتغل في الفراغ اللي بعديه غرزة حشو، الشكل ده كده، كان برضو معي 6 فراغات، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وكده احسن ان انا همشي بغرز منزلقة. عندي 3 أعمدة هعمل في كل عمود غرزة منزلقة، وفي الفراغ هعمل فيه غرزة منزلقة، هنتقل للـ3 عواميد اللي بعديهم وهعمل فيهم غرزة منزلقة، وفي الفراغ هشتغل غرزة منزلقة. انا عايزة برضو هنا يتبقى لي 5 فراغات، واحد اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى انا هفضل شغالة لحد هنا منزلقات وهروح للـ3 غرز واشتغل فيهم منزلقة، هنتقل لفراغ السلسلة وهشتغل فيه غرزة منزلقة، هشتغل في العواميد فوق كل عمود هشتغل فيه غرزة منزلقة، هروح للفراغ واشتغل فيه منزلقة، اعد الفراغات اللي باقي معايا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. دلوقتي هرتفع 3 سلسلة وهروح للفراغ وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، كده اول فراغ اهو، بعد كده هشتغل سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 3 عمود بلفة، وهشتغل سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه على طول هشتغل فيه 3 عمود بلفة،
وهشتغل سلسلة، وهنتقل للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. وهشتغل سلسلة وهنتقل للفراغ والأخير وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. يبقى كده معايا 1 2 3 4 5، وآخر فراغ هرتفع سلسلة وهروح عند الـ3 سلاسل الارتفاع وهدخل في آخر سلسلة وهعمل فيها غرزة عمود بلفة. يبقى دي حردة الرقبة هتكون معانا بالشكل ده كده، ان انا اشتغلت نفس عدد الاسطر من هنا وعدد الاسطر من هنا. يكون معايا وش الشغل بالشكل ده كده، هنا زي ما سبت هنا سبت هنا عشان هشبكهم في بعض. هيكون ده الكتف برضو بنفس الطريقة، الكتف التاني هنا زي هنا بشبكهم ببعض. هنلف الشغل على ظهره، وهنا كنت سايبة خيط زيادة علشان التشبيك. هنا هدخل في الفراغ ده وهسحب الخيط، هرتفع سلسلة، هدير الشغل في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه السلسلة، هدخل فيه وهعمل غرزة حشو. هيقابلني 3 عواميد بلفة مقابلهم في الناحية التانية 3 غرز عمود بلفة. هدخل في كل عمود من ناحيتي ومن ناحيتي وهشتغل فيه غرزة حشو، تاني عمود من هنا وتاني عمود من الناحية التانية هدخل وعمل غرزة حشو، اخر عمود هدخل واعمل غرزة حشو. هنا عندي فراغ وفي فراغ الناحية التانية هدخل واعمل فيهم غرزة حشو. عندي 3 أعمدة هدخل في العمود من الناحية دي والعمود من الناحية دي واعمل غرزة حشو. هيقابلني فراغ، هدخل في الفراغ الناحية دي والفراغ الناحية دي وبعمل غرزة حشو. هيقابلني الـ3 أعمدة هدخل في العمود من الناحية دي ومن الناحية دي واعمل غرزة حشو. هيقابلني فراغ، هدخل في الفراغ واعمل غرزة حشو. هيقابلني 3 أعمدة هدخل فوق كل عمود من الناحية دي ومن الناحية دي وبعمل غرزة حشو. هيقابلني فراغ، هدخل في الفراغ واشتغل غرزة حشو. ورجعت لكم تاني. طبعا الخيط الزيادة في الاخر هندخله في الشغل من ورا في شغل من جوه، وشبكت هنا زي ما شبكت هنا. دلوقتي هنشتغل الياقة مع بعض. هنا ده اول فراغ 3 سلسلة كنت بعمله، اللي هو ده اللي كنت بعمل بيه الياقة. هدخل فيه هنا بسحب الخيط وبشتغل 3 سلسلة، 1 2 3،
في نفس المكان ده ادخل واعمل فيه 2 غرزة عمود بلفة. بعد كده هرتفع السلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. وهشتغل سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. وهشتغل سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. وهشتغل سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. 1 2 3 وهشتغل سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. انا بشتغل دلوقتي في فراغات ال3 سلسلة اللي كنت بعملها. بعد كده هشتغل سلسلة. هنا وصلت لحردة الياقة من ورا وهشتغل في اول فراغ 3 عمود بلفة. هرتفع 3 سلسلة وهسيب ال3 أعمدة هروح للفراغ وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. هشتغل سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. كده 1 كده 2 كده 3 بعد كده سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. بعد كده سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. بعد كده سلسلة هنتقل ل3 سلاسل اللي في الياقة التانية اللي كنت بعملهم اللي هما دولي وهشتغل فيهم 3 عمود بلفة. كده 1 كده 2 كده 3 وهشتغل سلسلة وهروح للفراغ ال3 سلسلة اللي بعديه وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. بعد كده بشتغل سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. بشتغل سلسلة وهروح للفراغ ال3 سلسلة اللي بعديه وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. بعد كده سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. سلسلة والآخر فراغ هنا هشتغل فيه 3 عمود بلفة. تكون معانا بالشكل ده كده. دي كده الياقة. دلوقتي هنبتدي هنعمل التزايد. هشتغل 3 سلسلة وبلف الشغل. انا عندي هنا 3 أعمدة هسيب اول عمود وهشتغل بعد اول عمود في الفراغ ده هعمل فيه كمان 2 غرزة عمود بلفة. هشتغل سلسلة واروح للفراغ السلسلة اللي بعمله هشتغل فيه 3 عمود بلفة. هشتغل عادي هرتفع سلسلة وفي كل فراغ هشتغل فيه 3 عمود بلفة. سلسلة
سلسلة، والفراغ اللي بعديه 3 عمود بلفة. سلسلة والفراغ اللي بعديه بشتغل فيه 3 عمود بلفة. سلسلة والفراغ اللي بعديه على طول هشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. سلسلة والفراغ اللي بعديه على طول هشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. سلسلة والفراغ اللي بعديه هشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. هشتغل سلسلة والفراغ اللي بعديه هشتغل فيه 3 عمود بلفة. سلسلة والفراغ اللي بعديه على طول هشتغل فيه 3 عمود بلفة. هشتغل سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. هرتفع سلسلة وهنتقل للفراغ وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. هشتغل سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. هرتفع سلسلة وهروح للفراغ وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. هشتغل سلسلة وهروح لفراغ السلسلة وبشتغل فيه 3 عمود بلفة. سلسلة وبروح لفراغ السلسلة هنا وبشتغل فيه 3 عمود بلفة. يبقى انا كده ما عملتش تزايد غير في بداية الدور. هنا هعمل كمان تزايد في نهاية الدور، هرتفع السلسلة وهنا عندي 3 أعمدة. هروح في الفراغ العمود اللي قبل الأخير هنا وهدخل فيه واعمل 3 غرزة عمود بلفة. بالشكل ده كده بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهلف الشغل برضو، هعمل تزايد هنا، هدخل بعد اول عمود واعمل فيه كمان 2 عمود بلفة. سلسلة وهروح هشتغل عادي في كل فراغ هشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة وبشتغل سلسلة وبنتقل للفراغ اللي بعديه عادي وبشتغل فيه 3 عمود بلفة. يبقى انا عندي التزايد بعمله في بداية الدور وفي نهاية الدور عشان بعمل بيه الياقة. انا كده ارتفعت سطر تزايد وده التاني، هرتفع كمان 4 سطور تزايد بنفس الطريقة ان انا بعمل تزايد في بداية الدور وفي نهاية الدور، وهرجع لكم تاني. هيكون معايا اجمالي التزايد 6 سطور، عملت منهم 1 وبشتغل في التاني هعمل كمان 4 تزايد في بداية الدور وفي نهاية الدور، وباقي الغرز بشتغلها عادي، بشتغل في كل فراغ 3 غرزة عمود بلفة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر الدور وارجع لكم تاني. وهنا اشتغلت الياقة لحد ما وصلت للطول اللي انا عاوزاه، ممكن تحب تطولي عن كده بالطولي. احنا قلنا بنعمل التزايد هنا في بداية الدور وفي نهاية الدور بس، وبنشتغل عادي غرزة مربع جراني عادية، بشتغل في الفراغات 3 عمود بلفة وكل فراغ بينهم سلسلة، وبنشتغل التزايد في الغرزة في تاني عمود. لو حابة تكبري عن كده انا اكتفيت بالحجم ده، ولزقت الكم شبكته بالشكل ده كده. الطريقه بتاعت الكم هسيبها لكم في صندوق الوصف. وعملت الكم التاني اهو، هشبكه معاكم دلوقتي. بنقلب البلوفر على ظهره، بالشكل
بالشكل ده كده. وبقلب برضو الكم على ظهره. انا سبت خيط زيادة في الكم علشان هعمله بغرز الحشو. المسافة اللي انا سبتها على قد المسافة اللي انا عملتها للكم. لينك الكم بالظبط في صندوق الوصف هسيبه لكم. يبقى احنا كده قلبنا البلوفر على ظهره وقلبنا الكم برضو على ظهره. هنا الفتلة هنا هدخل هنا عند اول عمود اللي هو العمود النايم، هيقابلني 3 أعمدة واقفين وعمود نايم في هنا الناحية التانية. هدخل في العمود النايم وبسحب الخيط، وهنا هشتغل غرز سلسلة. هدخل في برضو العمود النايم تاني وهدخل برضو هنا في الغرزة من الناحية التانية غرزة العمود الأخيرة. وهشتغل فيها غرزة حشو، هيقابلني فراغ قدام فراغ، هدخل فيه وهشتغل غرزة حشو، هيقابلني عمود نايم وثلاث غرز واقفين غرز عمود بلفة. هدخل في كل غرزة واشتغل فيها غرزة حشو والعمود النايم ده بمقام 3 غرز حشو. يبقى انا بدخل في كل عمود واعمل غرزة حشو وبدخل في العمود النايم بس مرة واحدة بس. هيقابلني فراغين قدام بعض، هدخل في الفراغين واشتغل فيهم غرزة حشو، هيقابلني عمود نايم و3 أعمدة هدخل فيهم واشتغل 3 غرز حشو في العمود النايم، وهدخل في ال3 أعمدة وبشتغل غرزة حشو. هيقابلني فراغين قدام بعض هدخل فيهم وهشتغل فيهم غرزة حشو. بفضل ماشية بنفس الطريقة ان انا بشتغل في العمود النايم غرزة 3 حشو لانه بيقابلوا 3 أعمدة واقفين الناحية التانية، فبدخل في كل عمود وبدخل في العمود النايم وبشتغل فيه 3 حشو. هنا هيقابلني الفراغ هدخل فيه واعمل حشو. هيقابلني ال3 أعمدة والفراغ وفي عمود النايم. هنا هيقابلني فراغ هدخل فيه واشتغل حشو. هنا بعد التوصيله اللي انا كنت بعملها بين الكتف بتاعت الكتف في فراغ هنا وفي فراغ هنا، الفراغين اللي هنا هشبكهم في نفس الفراغ اللي في الكم. هيقابلني عمود نايم بعد كده و3 أعمدة واقفين هشتغل فيهم غرز حشو. وهفضل ماشية بنفس الطريقة، الفراغ بيقابلني قدامه فراغ والعمود النايم بشتغل فيه بيقابلني قدامه عمود نايم هشتغل فيه غرز حشو. وهفضل مكملة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور، هكمل لآخر الدور وهرجع لكم تاني.
وفضلت ماشية بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور وقفلت بمنزلقة. فكده قصيت الخيط الزيادة، بقيت معايا بالشكل ده كده من جوه، دي غرز الحشو. طبعا الخيط الزيادة ده هدخله في الشغل من جوه، وبقيت معايا بالشكل ده من بره. مش باينه، شكلها جميل. كده عملنا جاكيت مفتوح وركبنا له الاكمام وعملنا له ياقه. لو حابه تسيبيه كده اوكي، لكن انا هزود له غرزه في الاطراف. ان انا هفجي هنا عند الطرف من تحت، هدخل هدخل هنا في غرزة العمود الاولاني من تحت نايمة، وهسحب الخيط. بعد كده هشتغل سلسلة، 2 3 4، وهروح للفراغ وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. هشتغل سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه 3 عمود بلفة. هشتغل سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 3 عمود بلفة، وهفضل مكملة كده بنفس الطريقة ان انا بشتغل سلسلة وبروح عند الفراغ وبشتغل فيه 3 عمود بلفة غرزة جراني عادية. هكمل بنفس الطريقة وهشتغل برضو في الياقة والف بيها ولحد ما اوصل لهنا. هكمل بنفس الطريقة لنهاية الدور وارجع لكم تاني. فضلت شغالة بنفس الطريقة بغرزة الجراني، بقيت معايا بالشكل ده كده لحد ما وصلت لنهاية الدور واشتغلت في الياقة. بقيت معايا الياقة بالشكل ده كده، خلصت الأكمام. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.